السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بجميع متتبعي قناة عالم عواطف. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم صوص كراميل او صلصة الكراميل اللي كتجي رائعة في المذاق وحتى في القوام ديالها كتجي زوينة، احسن بكثير من صوص كراميل اللي كنشريو من المحلات التجارية. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، وهي بسيطة وبثلاثة المكونات فقط، ولكن السر هو انكم تتبعوا الخطوات خطوة خطوة من الاول حتى الاخر باش تشوفوا كيفاش كنحضر هاد الصلصة. ما عليكم الا تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك واشتركوا معايا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. باش نحضروا صلصة الكراميل غادي نحتاجوا لثلاثة المكونات فقط. عندي هنا كاس ديال السكر الخشن او سنيدة، نص كاس ديال الحليب اللي يكون دافي، وجوج معالق ديال الزبدة. غنبداو على بركة الله. خديت كاس ديال السنيدة، عملته في الكسرونة بحال اللي كتشوفوا، شعلت عليه عفلة اللي هي مهيلة بزاف، صافي وغادي نعين عليه حتى غادي يذوبنا هاد السنيدة، وما نحركوهاش نهائيا. هانتوما تبعوا معايا من الاول حتى الاخر باش تعرفوا السر ديال النجاح ديال هاد الكريم كراميل. هو كلشي المقادير هي سهلة وبسيطة، ولاني كل شيء على الطريقه. خليكم معايا، وادق التفاصيل خصكم تتبعوهم معايا ان شاء الله. كما كتشوفوا السكر ها هو بدا كيذوب هكذا من الجناب هنا كما كتشوفوا ها هو، ولاني ما غاديش نحركه بالمعلقه، ما نستعملش المعلقه نهائيا، نحاول هي شويه نحرك الكسرونه هي بشويش هكذا، ما نحركوش بالمعلقه، نعين عليه حتى يذوب، ودائما العافيه تكون مهيده بزاف باش يذوب لنا داك السكر على خاطرو ما يتحرقش. ها هو كيذوب، اكتفي فقط بتحريك الكسرونه هكذا. ها هو كيما كيبان لكم، ها هي السنيده كتذوب هي بشويش، ها هي غادي تبان لكم هكذا. نحاول نحرك هي الكسرونه، ما نخدمش المعلقه نهائيا، هاد المرحله هادي ما كنخدمش فيها المعلقه، كنحرك هي الكسرونه صافي، ونخليه يكمل الذوبان ديالو. شوفوا معايا كيفاش ولا، كنحرك هي بشويش هكذا، ونخليه يكمل طياب تيدوب لي نهائيا. لهاد المرحلة أنا مازال ما استعملتش هنا المعلقة، فقط كنحرك الكسرونة. هانتوما كيبان لكم هو تقريبا على يدوب كامل. صافي في هذه المرحله يمكن لي نستعمل المعلقه دابا كما لاحظتوا. ها هو كيفاش ولا، حتى داب تقريبا كليا، عاد نستعمل المعلقه ونحرك هكذا باش نساعد ان داك السكر ديالي كامل يذوب. صافي كما كتشوفوا ها هو الشكل ديالو دابا كيفاش رجع على هذا الشكل هذا. نزيد نحرك، ودائما كما قلنا العافيه تكون مهيله باش ما يتحرقناش، حيت الا تحرقنا صافي ضاع لنا هاد الكراميل. غادي نضيف الزبده ونحرك بالزربه، ونحرك مباشره من نضيف الزبده بسرعه باش يذوب لي داك الزبده تذوب لي مزيان هكذا، ما نوقفش على التحريك هكذا حتى تذوب لي داك الزبده كامله.
هكذا كما كتشوفوا. نتابع التحريك دائما، ما خصنيش نتوقف على التحريك حتى تذوب لي داك الزبده كامله في هذا مع داك السنيده. دابا غادي نضيف داك نص كاس الحليب اللي هو دافي هكذا، وبالزربه نبدا كنخلط ونردوا البال البنات اللي تمشيت يطير فينا هذا الحليب، ونبقى كنحرك. واخا يبان لكم تما تكونوا لكم واحد الحبيبات، معليش ما حدنا حنا كنحركوا، وداك الحبيبات كيبقاو يذوبوا حتى كيمشيو تماما. هانتوما غادي تشوفوا دائما قلنا التحريك صافي. هين شوفوا بدا يطلع داك الفقاعات، نطفيو عليه ما نعينوش عليه حتى يتقال، الا عيننا حتى يتقال غادي يقصح لنا وما غايجيش زوين. هذا هو الشكل النهائي ديال صلصه الكراميل ديالنا او صوص كراميل، كتجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا هكذا زوينه، لا في شكلها ولا في المذاق كتجي رائعه، احسن بكثير من لاصوص كراميل اللي كنشريو من المحل التجاريه. يمكننا نستعملوها في لي غاتو، في الحلويات، في لي كيك وفي لي طارت، يعني بزاف ديال المحليات. نصوبها في المنازل ديالنا بطريقه اللي هي بسيطه كما شفتوا، سهله ومكونات اللي هي موجوده في كل بيت. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وإلا عجبتكم الوصفه ما تنساوش لي لايك. والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره كنتمنى تشتركوا معايا بلاشين بالضغط على زر سابوني اسفل الفيديو، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء مع فيديو جاي ان شاء الله.